بعدين بلوجر انا بعدين. الله يسلمك الله يسلمك. هل البلوجر بقت مهنه في 2023؟ اكيد البلوجر مهنه ومن زمان يا جماعه، احنا بس متاخرين. هل تتوقف قبول الاعلانات على العائد المادي؟ بص، اخر حاجه بنفكر فيها العائد المادي، لان احنا اهم حاجه عندنا سمعه البراند والماتيريال. الفانز عاوز يعرف ثروه ابو ادم اتضرب كام دلوقتي؟ ثروه ابو ادم قبل ولا بعد السؤال؟ عندنا من الساعه 3 للساعه 4 مطعم ابو منى، ومن الساعه 5 للساعه 6 حلواني ابو الهبد السوري. ايه ده ابو منى؟ ده ابو منى يعني فراخ بارده وبدمها؟ ما دي مش طريقه برده ابو منى. ما تصور النجم يا هتبان بارده ولا سخنه وانت مش واخد فلوس. النهارده يا جماعه احنا في اول محل فرايد تشيكن على البحر، ابو منى بيضحي عامل عرض العرضين، ابو منى عامل عرض دمار، والفراخ بتاعته سخنه نار. تعالوا يا جماعه بصوا الجمال، بصوا الفراخ يا جدعان، هات عليه وما تقولش ليه. تقطيل القرف ده اسمه ايه؟ دي نجم المتفرعضه. متفرعضه؟ هو باين عليها يا جماعه. ده اول براند سوري يعمل حلويات. انتوا صح كده؟ ده اول براند سوري يعمل حلويات في اسكندريه. في اسكندريه. انت اصلا سوري يا شيف صح؟ لا، من شارع سوريا. من شارع سوريا؟ من الترام ولا من على البحر؟ لا، من الترام. من الترام احسن ناس يا جماعه. بعد ما عملوا البهبوده والمشموطه عملوا متفرهضه، الناس زي ما متالقه. هسيب لكم اللينك بتاعهم، محل ابو الهبد السوري لحلويات نمبر 1 في اسكندريه. احط لكم اللينك، كل يجي من طبع ابو ادم ليه خصم 80%. بحبكم كلكم. نجم النجوم يا جماعه، نجم بينزل يتصور في كل حته، فكان لازم ينورنا النهارده في الاستوديو. ايه وبس، عمريلو مصطفى منور الدنيا كلها. بنقولك والله العظيم الاسم الحقيقي عمر. اسمي عمر مصطفى بس الشهره عمريلو مصطفى، والكاركتر بقى اللي احنا شايفينه ابو ادم. ايه حكايه ابو ادم؟ والله ابو ادم ده جه صدفه. احنا عندنا في كده شخص جوه كل شاب اسكندراني اللي هو ايه، اللي هو الشبح شويه، حلو. بيبقى ابو ادم، دايما بيسمي ابنه ادم. حلو. فانا قلت، انا في مره عملت فيديو قلت انا ابو ادم، فاكتشفت لما الفيديو نزل وفايرل ان طلع ان مصر كلها جواها ابو ادم مش اسكندريه بس، والكاركتر ماشي. عملت بيه بقى حاجات كتير. ماشي معاك. دي كانت فكرتك انت يعني، ولا في حد معاك بيفكر وقال لك انت لو بقيت ابو ادم هتبقى؟ لا 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 لا، ولا اصلا كانت فكرتي وانا رايح اللوكيشن، هي جات لي وانا قاعد. اسمك ايه؟ فكرت والله العظيم ده بجد، قلت ابو ادم، لان انا متخيل دايما بيبقى عنده الاكونت الفيسبوك كده كاتب جنبه ابو ادم، هو ده كده، هو عنده ادم. فالموضوع كان كده يعني. طيب تعالوا نشوف فيديو تاني. مش هقول ايه، تعالوا نشوف فيديو وبعدين نعلق عليه. يلا بينا. ازاي تبقى من الساحل او ازاي تبقى شاب سحلاوي؟ اول حاجه، لو انت شاب انت لازم تلبس كتان. بص، كتان زي كده، بنطلون. انا مش ببيع يعني، انا بقول لك فاهم، ده البنطلون وده القميص، الوانه بقى اكتر ناس بتلبس هناك ابيض. بتخش هناك والله العظيم تحس ان داخل المدينه المنوره. حجاج. اول حاجه، القميص هناك مش زي عندنا، القميص ثلاث زراير بس اللي تحت، هما ثلاث زراير اللي تحت بس، ولو انت جامد قوي زرارين بس، لو انت اجمد من هما الاثنين هتفتحه. السلاسل يا اما ضيقه جدا يا اما طويله جدا، مفيش وسط. في السليبر كنت عايز اجيبه بس لقيته ب 2800 جنيه فقلت يولع. بالنسبه لنضاره الشمس، لو انت فاكر نضاره الشمس بتتلبس بالنهار يبقى انت ما رحتش الساحل، لان هي بتتلبس بالليل اكتر. لو انت فاكر نفسك انك جامد فهتروح هتلاقي اللي اجمد منك، لو فاكر نفسك انك غني هتروح تلاقي اللي اغنى منك، لو فاكر نفسك معاك عربيه عاليه هتروح تلاقي اللي اعلى منك. في الساحل مش مطلوب منك انك تعمل اللي عليك ولا انك تعمل جدع، بس مطلوب منك تعمل تاني. مطلوب منك يعني التاني هيفرق. معلش يا ابو ايه، الرجاله بتقفل الزراير، الزرارين الاولانيين او الثلاثه ويقفلها يعني؟ ساحل، في الساحل ننزل الساحل محدش قافل القميص عادي، هو يا اما زرارين وفاتح كله يا اما. فانا كنت ماشي ده وحسيت اللي هو ايه، لو انت عامل ثلاثه يبقى انت جامد، اتنين يبقى انت جامد قوي، فتحه خالص بقى ما انت خطير، مفيش منك. سيكس باكس. طب وانت لما تروح الساحل بتشوف صحابك بيعملوا كده؟ وانا كمان. ما عايز ابقى جامد بقى، انا الوحيد اللي هبقى غلبان. ما يلا. طب وبالنسبه للشورتس والبنطلون والحاجات ايه؟ هو الشورتس والبنطلون، لكن السليبر كان ب 1800 ساعتها، فكان الموضوع صعب. ما جبتوش. البادجت كان هيعدي اصلا الفيديو، فعلى ايه؟ ما بنخسر ولا بنكسب يا جماعه. طب ليه مش بتفكر تتفق مع محلات وانت بتعمل الفيديوهات دي؟ بعمل، بس بحس ان انا كده عامل لود على نفسي، لازم بقى الفيديو ينجح عشان الراجل مديني بقى، فانا ايه؟ لا، انا اشتغل وانا مرتاح، واعمل الفيديو عجب الناس قشطه، ما عجبش الناس نفكر تاني، لكن ما اضغطش نفسي مع حد. بس الكاب ده هو اللي هينجح الفيديو، خلي بالك. انا الكاب اللي انت نفسه. كان هو اللي هناك برضه. ايوه، هو ده اللي منجح الفيديو يا عمريلو. الحمد لله. انت مش محتاج فاهم يعني لا والله، هو الموضوع انا يعني انا عامه بركز في التفاصيل قوي من صغري. حلو. فانا اكتشفت ان انا التفاصيل اللي بركز فيها دي ناس كتير اخده بالها منها، مش انا بس. فلما بقيت اطلع اتكلم الاقي ناس في الكومنتات، ايه ده انا ده، ومنشن انت ده. اكتر حاجه بتلاقيها مقفوره في الساحل، الناس اللي بتسافر الساحل الرجاله، بما انت بتتكلم عن الرجاله، اكتر حاجه مقفورين قوي في ايه؟
في العربيات، في العربيات، في النمر والحاجات دي، حاجات دي يعني. هو انا كنت قايل الناس جابت ليفل خلاص، انا معايا اعلى عربيه الحمد لله تمام. لا، ما انا مش زي زيك، انا هبقى ثلاث نمر مش عارف كام، ثلاث وحيد احمد حاجه اللي هو بيعلي في النمر بقى. هو جاب اخر الليفل بتاع نوع العربيه، فيلا بقى النمر، يلا نشوف هنعمل العربيات. العربيات اه الموضوع. طب واللبس والحركات وال ابيض فابيض؟ ما انا كنت بقول حاسس ان انا في حجاج، كل لابس ابيض فابيض، المكان كله ابيض فابيض، ده برضه حاجات باخد بالي منها. خشوا في الفيديو اللي بعده يا جماعه، خشوا في الفيديو اللي بعده لو سمحتوا. احنا دلوقتي وصلنا لمرحله مبهره قوي، بقينا بنركز في حاجات غريبه. قلنا ايه ده، امال الراب راح فين؟ ما تيجي نطلع الراب موضه. بعد كده بصينا على الهدوم بتاعت زمان، الهدوم القديمه فين؟ يلا نطلع الهدوم موضه. انا ما عنديش مشكله مع كل الكلام ده، انا عندي مشكله اللي احنا مين اللي فتش وطلع الحسد موضه. بقت الناس كل ما تتكلم عنده شماعه يقول لك ايه، اصل الحسد مذكور في القران، وهو القران ما ذكرش غير الحسد؟ يعني ما ذكرش الابتلاءات؟ ما ذكرش من عملكم سلط عليكم؟ ما ذكرش اي حاجه؟ اي مشكله عندك بتبنيها في الحسد؟ في بعض البنات اللي هي بتؤمن بالحسد قوي، دي اوفر، دي اول لما بتتخطب دي بتبدا تبعد عن كل اصحابها. فانت مثلا بتبص للموضوع من بره، بتيجي معانا ده ايه، طلبات خطيبها، يعني هو بيقول لها مثلا دول مش كويسين بتاع قشطه، اوكي انت بتسمعي الكلام تمام. لا يا صاحبي، تعرف ان هي بعد عنهم بسبب الحسد، هيحسدوك عشان انت مخطوبه؟ ما الدنيا كلها مخطوبه. طب ما انا ابويا وامي اتخطبوا قبل ما يتجوزوا، ما كل الناس بتخطب، وكمان هو انت مخطوبه لاسر ياسين؟ طلع على البنات ليه يا عمر؟ انا كنت قلقان من الحته دي. طلع بنات ليه؟ انا انتوا جايبين الحته بتاعت البنات، اعذريني في شباب. لا معلش، احنا بتاعت البنات. بتتابع بنات ليه؟ ايوه بنات بتخاف من الحسد، ما كلنا بنخاف من الحسد. ايوه بس تلاقيها كده عصفوره ولسه مخطوبه وممكن تتدب عين، تبعد عن صحابها. لا المفروض ما ينفعش بقى، هما بيعملوا كده في لا بقى. لا ما بيعملوش كده عشان الحسد، لا بيعملوا كده عشان حاجات تانية. بس هتلاقي مصدرها الحسد برضه، يعني ممكن يبقى مثلا خطيبها مثلا كان مصاحب ثلاثه من صحابتها. لا يا غلطانه، اللي خطبت له اصلا، دي مشكلتها بقى، انا ماليش دعوه بقى، دي حاجه ثانيه. فالموضوع مش حسد بس، إيه؟ بس انا بلاحظ بجد والله ان البنات عامه والستات بيركزوا في الحسد اكتر مننا، ده بجد يعني. دوري حواليك كده هتلاقي فعلا، هتلاقي تركيز اكتر البنات مع الحسد. بياخدوا بالهم يا عمر، بياخدوا بالهم يا حبيبي، بياخدوا بالهم. بحس التركيز معاه اوفر يعني، بيعطلني، بيحسسني ان انا خايف اعمل كل حاجه، خايف اقول يعني كل حاجه تجيبها مخبيها. طب ليه يعني عادي؟ بس احنا ما بنعملش كده مع بعض، مش مع بعض عامه، مش شرط مع بعض بس عامه. هي خايفه على خطيبها، هو اكيد مش هيخطب راجل، ما هيخطب بنت، فبقى بقى عن دول بقى ما تشوفهمش الفتره دي. بتشوف البنات اللي هي بتحط صور ليها وتخلي خطيبها يدي ظهره للصور ايده، علشان طلعه بايده فتره كده، بعد كده ربنا يكرمه قطعه تانيه تبان، بعد كده ركبته، لحد ما نوصل بقى، يوصل معانا هو يطلع كله. فاحنا يعني احنا هنحسد كف ايده ليه؟ هو بكر؟ انا مش فاهم والله، ما فهمش الحوار ده والله. وكتفه مره وظهره مره، وهو جايب لها هديه، ويعني عادي يعني، انتوا اتبسطوا واتخطبوا واتجوزوا وخلفوا، دي حاجه مش هتضايقني انا في حاجه، انا بعمل حاجه تانية. فعلا الموضوع يعني بيستفزني شويه، بس بتناوله بهزار، وعندي فولورز كتير جدا الحمد لله بنات، وبيقابلوني في الشارع وهم عارفين ان احنا يعني بنهزر. عامه اي حد بيطلع بيستاند اب او بيتكلم عن الموضوع مش بيتكلم عن مميزاته، عشان برضه في ناس بتفهم غلط، يقول لك يعني هو ما فيش بنات كويسه. طب في، ما انا مش هطلع اقول البنات الكويس، ما عادي، لازم بنتكلم عن السلبيات وبنتناولها بهزار بس. ايه في اي صوره استفزتك لصوره بنت وخطيبها؟ صوره؟ البومات. صوره واحده. ايه اكتر حاجه استفزتك؟ استفزني حوار اللي هو يعني تطلع بكف، بس هو طالع كف، هو حاضر معانا بكف، وبيبدا بعد فتره لما الموضوع ينتشر تبدا بقى تبين قطعه اكبر بظهره، الشادو بتاعه. احنا بقى نفضل احنا هنسيب الدنيا ومشاغلنا ونعرف مين ده، يعني مش فارق معايا اصلا، بس الموضوع بيبقى مستفز. المشكله بجد بقى اللي انا بتكلم فيها بجد، ان في ناس بتشغل دماغها بالكلام ده، فعشان كده هم بيكملوا، انما احنا لو ما شغلناش دماغنا عادي يا جماعه. طب ايه المشكله يعني؟ نتفرج على الفيديو اللي بعده لو سمحت. ممكن يلا يا شباب نتفرج على الفيديو اللي بعده، فضلكم العمريلو ابو ادم. ايوه طالع ابن عمي، معاد الدين ابن امي، تعالى صح، مؤاخذة ابن عمي خده جنبك بس. تمام يا اخويا، تعال يا اخويا، انا مؤاخذة اخواتي خدوه جنبكم بس. شارع 12، تعال يا صاحبي. أيوة هيقعد فين يا صاحبي؟ فين عمنا؟ بتعرف تسوق من جيتشي؟ اه تعال يا مؤاخذة، ولا جيتشي خدوني جنبكم بس. انا رفيع يا جدعان، تعال يا البنت دي وشك شو؟ لو في العباب نفوف
هضيع جزميلي لو ولعت سجاره؟ لا براحتك صح. طب ممكن سجاره؟ خد يا صاحبي. فشمها ولع يا زميلي. هو في ايه يا صاحبي؟ انت مش عايز حد يشربها لك؟ في ايه يا عم انت بتتكلم كده ليه؟ انت منين يا زميلي؟ من هناك يا صاحبي. هناك؟ انت تعرف حمو فتله؟ انت تعرف جميل لانشون؟ انت تعرف وائل المطروش؟ ابراهيم عجينه؟ علاء الهون؟ شادي سفينه؟ مودي عزاير؟ عمر ابو ادم؟ ما انا ابو ادم. بجد والله؟ اه والله. حبيب اخويا. حبيبي يابا. حبيب اخويا، حبيب اخويا. العب انت. ده كنت عايز تقول ايه؟ انا الفيديو ده استوقفني، كنت عايز تقول ايه؟ هو انا كنت عامل كاركتر ان انا سواق توك توك. حلو. فانا بشوف الكاركتر ده كتير فانا بركز في التفاصيل، يعني هنا لما هو انا شديت معاه سواق التوك توك لو اتعارك مع حد مش بيركن على جنب مش زي العربيه، لا هو بيشد هاند في نص الشارع، انا هنتعارك دلوقتي، يلا انا عايز حقي دلوقتي. فانا عملت كده فبيفضلوا يقولوا انت تعرف كذا، لا انا اعرف كذا، انت تعرف كذا، في الاخر هم اصلا ولا ده يعرف الناس ولا ده، هو ذكر لي اسم واحد اللي هو انا اصلا، بيقول لي انا عمر ابو ادم حبيب اخويا ورحمه يسلم عليا. الفيديو دوت بالمناسبه يعني وخلاص هو هينزل الصبح مكنتش ناوي انزله. ليه؟ كنت حاسس ان هو مش هيعمل حاجه. الفيديو ده من اعلى فيديوهات عندي في حياتي. ايوه انا عارف. معدي مثلا 10 مليون فيوز. ما شاء الله. الحمد لله. فهو يعني من ساعتها وانا بقيت اي اللي خايف منه وبحس اللي هو اللي هيودي. وبرده ده كان اول فيديو بكاركتر ابو ادم بعد ما كنت عامل حوار اللي هو كنت انا وبنت وقلت ابو ادم. من ساعتها بقى قلت ايه؟ اعمل انا شخصيه ابو ادم بقى في الطبيعي. لو ابو ادم سواق توك توك هيعمل ايه؟ لو ابو ادم ديليفري هيعمل ايه؟ لو ابو ادم بقى بلوجر وبيعمل ريفيو لحاجه. بس انت كده عمر ما بقيتش بس صانع محتوى، انت صانع محتوى ومؤلف وممثل وبخرج وبمنتج. وبتخرج وبتمنتج. انا احنا يعني عامه الانفلونسر او صانع محتوى في حاجه اسمها وان مان كرو. وان مان كرو ده اللي هو شخص بيعمل كل حاجه. معايا اصحابي طبعا يعني هم بعد ربنا واقفين معايا في كل حاجه، ومعايا ناس بتكتب بس البدايه بتكون عندي. بتوفر يعني؟ بوفر. ودلوقتي انا بالنسبه لي يعني الموضوع بالنسبه لي من كتر بقى انا حبه وبدات الناس خلاص حابه الموضوع، ولما اتاخر اسبوع الناس تبعت لي فين والاسبوع دوت وبتاع، فانا بقيت ان انا اهتم بالموضوع قوي. طب يلا نتفرج على اخر فيديو لابو ادم يا جماعه، وبعدين نتكلم مع ابو ادم كده في شويه حاجات كده، مواقف كده ايه يلا. تخيليه. يلا بينا. وربنا يستر. وربنا يستر. بص اقول لك على عاش، هو كل مره بيتكلم على الارتباط. انا صاحبي ممكن دلوقتي اقول لك انت ليه لازم تبقى سنجل؟ ليه لازم ما تكونش مرتبط؟ في مأساة، في حياه ثانيه، انت حياتك بتضيع منك. بص يا صاحبي من الاخر، انت جاهز وعندك شقتك وعندك عفشك وكل حاجه تمام، حب يا عم ارتبط. لكن ترتبط واحده انت اصلا مش ضامن تتجوزها ولا تستحمل كل ده، لا مفيش مبرر يخليك تعمل كده يا صاحبي. يعني ايه يا صاحبي ابقى نايم في عز نومي تيجي لي مكالمه الفجر يا صاحبي منهاره من العياط؟ منهاره يا صاحبي، انا قمت بس هو ابوه عنده غيبوبه سكر، ابوه توفى صاحبي، انا قاعد بكلمها اهدي بس ايه دي وبلبس البنطلون. اسمع والله، بلبس البنطلون وبلبس القميص وبتاع، الاعمار بيد اللي متعزش على خلقه قالت لي ده لسه مركباه امبارح. هو ايه لسه مركباه امبارح؟ ضفري اتكسر. ضفري اتكسر. طب وانا اعمل ايه؟ اطلب لك الاسعاف ولا اروح نجبسه ونحط له شرايح ومسامير؟ طب ما يتكسر. يعني ايه اتكسر يعني؟ انا راجل جدع شبهي يوم الفجر على ضفر اتكسر؟ انا عشان اقوم من النوم مش اقل من حاله وفاه يا صاحبي. ايوه معروفه. ايوه انا مش قليل يا صاحبي، انت بتقومين عشان كده؟ ضفرها اتكسر تقومني من النوم؟ لو شايف ان ده صح انا موافق. لا ده صح. ضفرها اتكسر، انت فاهم يعني ايه ضفرها اتكسر؟ انا هرد نفس الرد. مفيش، انا راجل جدع اصحى من النوم على ضفر اتكسر، انا ما بقومش من اقل من حاله وفاه. اقوماني من عز النوم مش تقولي ضفر اتكسر؟ انت فاهم يعني ايه ضفرها اتكسر؟ يعني ضفرها اصلا هو مش بتاعها اتكسر، اللي هو اصلا مركبها. لا بتاعها على فكره، مين قال؟ انا اللي اعرفها بقى، انا اللي بقول. لا دي حاجه ثانيه. لو مش طبيعي عادي يتعود، لكن لو الطبيعي لا، ده فيها شهرين ثلاثه يا باشا مربيها بقى لها كتير. الله بقى تعبت عليه البنت. لا. تيجي انت تتاري عليها كده؟ انا اصحى من النوم ايه ده؟ والراجل اللي شغال تصحى، امال هتصحى امتى يا بابا؟ اصحى من الشغل كمان ساعه. ماشي يا ابو ادم. يلا يا عمريلو، دي مواقف تخيليه. يلا بينا. هنقول لك كده وتقول لنا ايه اللي بيحصل. ماشي. 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 لو في واحده عجباك بس مامتك مش عاجباها، رافضاها، هنا اللي تعمل ايه؟ الراجل يعمل ايه؟ احاول اقنع مامتي بيها، دي بالنسبه لي اول حاجه. حلو. بس لو هي نو واي خلاص، ما ينفعش. هتسيبها؟ دي مامتي. ده يعني ده الحياه والدين وكل حاجه بتقول كده يعني. برافو. طيب
لو البنت اللي بتحبها قالت لك انا بحب حياتي يعني بحب البرايفسي بتاعتي، بحب الخصوصيه بتاعتي وما بحبش حياتي على المشاع، فحضرتك النهارده يا تبقى بلوجر وانفلونسر وعيش حياتك نسيب بعض، يا تشوف لك شغلانه تانية. انا اسيب شغلتي عشان خاطر طب ما هي عرفتني ولا انفلونسر ولا انا معرفها وهي بشعرها ولا تحجبي يبقى غلط وهنا ما يبقاش غلط؟ ما ده بقى المشكله اللي احنا بنتحط فيها، هي تغيرني عادي انا ما غيرهاش. لا ما وافقش طبعا، بدل ما هي عارفاني انفلونسر وهي اصلا اتبسطت بيا كده. ما هو انت لو عرفتها وهي بشعرها ولو شعرها بني وقالت لك عايزه اصبغه اصفر انت ممكن تتخض. هنا هي عرفتك كبلوجر او كانفلونسر مشهور لما ابتدت تخش في الحياه وتلاقيك انت بتتصور مع الناس وبتاع بتتخض. فهي من حقها البنت انها تطلب الطلب ده. تتخض ايه؟ المفروض تتبسط، لو هي بتحبني هتتبسط، الناس بتحبني مش هي بتحبني. مش كل الناس عندها الفكره بتاعت التصوير والشهره وكده. لا ما يعني ما انا اعتقادي الشخصي ان انا مش هقابل حد كده لان هو عارفني على كده، يا اما لو هو مش عارفني على كده المشكله عنده. ما تسيبش الشغل علشانها؟ لا طبعا، مهما كنت بتحبها يا ابو ادم. اسيب حاجه انا عملتها بعديها كانت مثلا عامله سلبيه علينا. فهمت. ماشي. لو انت عرفت ان في واحده ارتبطت بيك عشان تنسى راجل تاني تعمل ايه؟ صعبان عليا نفسي وانا بسمع الكلام ده. اعمل ايه؟ ليه حصلت فيك قبل كده؟ لا بس بتخيلت الموضوع اتضايقت يعني. بتنسى واحد تاني فارتبطت بيا؟ يعني بحس ان انا يعني نوعا ما اذكى ان انا ممكن محدش يعمل معايا. افرض يا سيدي ما يعلى الشاطر. هعمل ايه؟ مش هعمل حاجه، ما عنديش حته الانتقام وكده، الله يسهل لك يعني. انت عملتي حاجه غلط هتقعد لك. اي حد بيغلط بيقعد له، واللي بيعمل حلو بيقعد له. هعمل ايه؟ انت برج ايه؟ الروضه. برج العذراء. ممكن يعني. تمام، ده انا مسامح وانا عامل ايه؟ طيب يعني العذراء هو البرج الوحيد او يعني شويه من العذراء الوحيدين اللي ايه؟ تمام، من اول شهر اخر 5 لحد 11 دول الشريحه الوحيده اللي ايه؟ طب فلتوا. ما انا ده انت انا كل انا لو حد من صحابك او حد يعرفك طلب منك مفتاح الشاليه بتاع الساحل ها؟ ما عنديش شاليه في الساحل. ماشي، تخيلك. تخيل. انا اسف كملت. ماشي. وبكره ابو ادم هيشتري ان شاء الله ويبقى طيب. وعندك شاليه في الساحل وواحد معرفه طلب منك مفتاح الشاليه بس انت عارف ان هو بيتمسطح عليك. هتعمل ايه؟ تديه مفتاح ولا لا؟ مش هديهوله طبعا. طب وهتعمل معاه ايه؟ ولا يفرق معايا حاجه، بدل ما انا عارف اللي هو بيشتغلني وانا عبيط. الله. طب وقال لك يا ابو ادم فين المفتاح؟ انا عايز اسافر، عايز اخد صحابي، انا وعدت صحابي وعدت اهلي. اخدهم على حسابك اخويا، انا مالي؟ وانا عيب عليك يا ابو الرجوله، ده انا صاحبك وحبيبي. ابو الرجوله انت بتصلح عليا؟ لا ما لا ابو ادم ابو الرجوله كده يتغفل كده كده ابو الرجوله. لا ابو ادم انت مش سكه ودغري ليه؟ ما سكه ودغري بس انت بتشتغلني وانا لا مش هو وشي كده هتقولها له؟ انا اصلا انا شخصيتي كده، انا عامه في الحياه انا شخصيتي مش من النوع اللي هو بتحرج وبتكسف، لا انا واضح وصريح مع الناس كلها حتى اصحابي، ودي مش حاجه بشوفها اللي هي مريحاهم. مش كده، مش لوع. طيب خد دي، يلا بينا. لو واحده خارجه مع حبيبها وقاعدين في مكان والشيك جه قال لها يلا حلوه حاسه بنتي المره دي. لا طبعا. البنت تعمل ايه؟ البنت تعمل ايه؟ تحاسب وما تكلموش تاني. تحاسب. هتعمل ايه؟ طيب ما هو حطها، هي بقت شكلها وحش. لو هو في كونفرزيشن هي ممكن تقنعه اللي هو كلام. لو في ان هي ممكن تقنعه اللي هو يدفع ماشي او كده. هو في كل يعني في كل الاحوال هو العلاقه ابتدت تنتهي دلوقتي بالجمله دي. ليه؟ عيب. مش حياه مشاركه يا عمر؟ حياه مشاركه بس مثلا يعني الطبيعي ان الولد اللي بيدفع، او ما يتهيأليش اللي هو يجي كده واحنا قاعدين يلا يا حلوه ادفعي انت. لا يعني على اللي انا سمعته دلوقتي لا ما ينفعش. طب لو قايل لها مثلا انا نسيت محفظتي تدفع طبعا كل مره. كل مره لازم محفظته تشتري له محفظه بقى. ما تتعبناش معاه احنا، ما دي مش مشكلتنا. لا لو الكارت عطلان، كارت ما بيسحبش. كارت ايه؟ كارت الفيزا. ما انا عارف الحوار ده. القبض ما نزلش. يا نهار اسود، ده القبض ما نزلش. يا نهار اسود قبل ما نطلب، مش يا نهار اسود بعد ما طلبنا والشيك داخل في 500 جنيه. طب ما هو هيعرف منين؟ مش بيجرب الفيزا لو مره؟ قشطه انا معاكي. لو مره. لا انا بتكلم كل مره. لا ده عيب فيها هي. هي هي طبعا. ليه يا باشا؟ تستحمل ليه؟
عشان بتحبه؟ ما هو عنده ظروف، مره ما قبضش، مره نسي المحفظه، مره الكارت ما اشتغلش، مره دخل جمعيه عشان يجيب هديه لماما، وبر الام اهم من اي شيء في الدنيا، وايه كمان، وبعدين مره فلوس وقعت منه، ومره اتسرق، ومره سلف صاحبه، ومره بيجيب لها هديه وبيعمل لها مفاجاه فللاسف مزنوق في فلوس، مره المرتب خلص. اقولهم لك اكتر ولا لا؟ ده تمام قوي جدا. ها ودي اخر مره، ومره مره مره ودي الاخيره. دي مره خلاص، يعني لما البنت تفهم انه الولد بيستنطع الحياه ما بتبقاش مشاركه، هو المفروض الراجل هو اللي يدفع. عامه انا بشوف ان اي موقف انه بيتحكى حاجه وان الاحساس حاجه تانية، الاحساس الداخلي جوايا وانا حاسس الشخص اللي قدامي بيشتغلني ولا هو شكله واقع في ظرف، حتى لو وقع ست مرات ورا بعض بس باين اللي هو ان هو فعلا غصب عنه، لكن لو هي عارفه اللي هو بيضحك عليها وسايباه يضحك عليها لا مشكلتها. اخر موقف، يلا بينا. لو واحده مخطوبه لواحد المفروض ان هو فاهمه، المفروض ان هي فاهمه ان هو ملوش علاقات مع ستات او بنات كتير، ابتدت تخرج معاه بعد الخطوبه، كل ما يخرجوا يقابل واحده واتنين في كل مكان مختلف وياخدوه بالاحضان، وايه زكي حماد عامل أصدقاء ايه؟ اصدقاء مش حوار. في كل مره انا هقول لحضرتك. ها اتفضل حضرتك. في البدايه انا بشوف ان هي ملهاش اصلا تعرف هو قبل ما يرتبطوا كان الماضي بتاعه ايه، وهو نفس الموضوع. انا شايف كده، احنا النهارده بدانا مع بعض، ما حاسبكيش على اللي فات ولا انت تحاسبيني على اللي فات. ازاي ابو ادم؟ لا 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 ابو ادم، انت بتقول كلام دلوقتي مش سليم، مش لا. في الدغرش ماشي. طب بعيدا عن دي، يعني دي انا مقتنع بيها، بس لو يعني انت النهارده تيجي تقول لي انا جايه اتقدم مثلا لاختك وانا لم اقطع السمكه وديلها ولا حاجه وماشي دغري، وبعدين نكتشف بعد الخطوبه ان انت كنت مولعها قبل الخطوبه. وانا لما جيت كنت دغري ولا ما كنتش دغري ساعتها؟ لو كنت مش جاي دغري اهو، لو كنت لسه مولع السمكه وديلها دي مشكله، لكن وانا دلوقتي توبت ربنا قبل مني التوبه، انت مش هتقبليها. اي يعني دلوقتي انا بقيت كويس، لازم اعرف انت كنت ايه. تعرفي لو انت سالتيني، لو انا كذبت عليكي ده موضوع تاني، لكن لو انا اصلا اتهربت. طب هو جانا وانا قال لها انا زي الفل. لا غلطان طبعا، هو غلطان. هي بقى تعمل ايه؟ كل شويه كل ما يروحوا مكان تلاقي كل واحده عماله تقول له حبيبي يا حماده وحشتني يا مودي وكده. لا ما مع السلامه بقى. ما تعمل ايه بقى؟ اكشن ايه في المكان؟ تعمل ايه؟ مش عارف اعمل. ادينا لقطه كده من ابو ادم كده والعمارلو والحاجات. لا لو هي كل مره بقابل واحده يسلم عليها لا ممكن بقى تعمل حاجات يعني مش يعني مش عارف الصراحه. كل واحده وتهورها بقى. بس تهور في بنات ممكن البنت الغيره او ممكن تقوم تضرب بنت، يعني انا لا مش عايزين نضرب بعض. انا شفت قدام عيني في بنات متهوره عادي، تشوف بنت بتبص لصاحبها بتبص لي كده يا اختي. لا في لا لا قولي احكي الموقف ده. والله شفت قبل كده في كافيه واحد قاعد مع واحده وهو كل شويه بيبص عادي وفي بنت بتبص له. حلو. اجيب لك رقمها في نص الكافيه. اهدي بس صلي على النبي، ايه اللي بتعمليه ده؟ بتبص له وقامت وزعقت ولو هم سابوهم كانت هتمسك في البنت. والبنت عملت معاها ايه؟ التانيه مخدوده يا عيني، حتى لو هي غلطانه البنت مش متخيله، ما هي قاعده قدام ظهر واحده مش عارفه ان ده اسد اصلا، هي قاعده في ظهر الاسد. لفت لها بقى، كانت الدنيا مش احسن حاجه بس عدت. حصلت معاك قبل كده؟ حصلت قدامي. حصلت مع حد من صحابك؟ ايه؟ نعم هو ده بالظبط. هو ده الموقف بالظبط. وفي اكشن تاني مش هينفع احكيه يعني. كان يعني كان في بقى شد شعره. والله العظيم شدوا شعر بعض في وسط المكان. لا مش البنات، الولد والبنت بيتعاركوا مع بعض كانهم كده اتنين بيتعاركوا، كان اتنين صحاب بيتعاركوا مع بعض، ضربوا بعض في وسط المكان. ما انا بقول لحضرتك في بنات غيوره قوي، يعني انا بشوف مثلا لو انت بنت انت حصل موقف زي دوت سيبيه وامشي وما ترديش عليه تاني، انت احسن وانت اكبر من انت تعملي كده، انت خسران. اللهم صل على النبي. انا عايزه ابو ادم يقدم معايا البرنامج ده. اه والله ده شرف ليا. قال كل الحاجات الصح. انت تسيبيه وتمشي هو الخسران. هنا وستوب. الرجاله هي اللي تحاسب. صح صح والغلط غلط. انا ما الله يبارك لمامتك. والله ربت. بتحبك. بجد. والله العظيم دي مبسوطه قوي ان انا طالع. طب انا بحييها اهو من خلال الشاشه بقول لها حبيبتي. مبتسمه هي دلوقتي حالا. أيوة. انا عارف. انا كمان بحبك قوي. وخير ما ربيتي. الله يخليك. ابو ادم عامل شغل على السوشيال ميديا وفي الحقيقه ومتربي. تنورت والله العظيم. تنورت. انا مبسوط قوي اني كنت معاك النهارده. وانا كمان. وانا بشكرك جدا على وجودك. ويا رب كل يعني الرجاله اللي بتتفرج علينا تسمع ابو ادم يعني سنس كده سنس.
عمريلو ومصطفى نورت الدنيا كلها. نورك والله. يا رب دايما ناجح ومكسر الدنيا ومورينا فيديوهات وحاجات تضحكنا وتبسطنا وتخلي الحياه شكلها احلى يا رب. شكرا يا عمر. الله يعافيك. فرداتي عزيزاتي وبناتي الحبيبات، فاصل قصير جدا وبعد الفاصل هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا. استنونا.